لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحبا بكم يا ضيوف الرحمن في حصة جديدة من حصص تقديم مناسك الحج إلى بيت الله الحرام. وكان قد مر معنا في الحصة الماضية الحديث عن أعمال يوم النحر، أو ما يسمى بيوم عيد الأضحى، ويسمى أيضا يوم الحج الأكبر. بينا أنها أربعة أعمال مجموعة في قول الناظم حين قال رنحت. هذه الكلمة المتكونة من أربعة أحرف يرمز كل حرف منها إلى شعيرة من شعائر الحج. فالراء ترمز إلى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات كما بيناه، والنون ترمز إلى النحر أي نحر الهدي لمن ترتب عليه هدي. وقد تحدثنا عن القصاصات النيابة في الرمي وفي الهدي. وبعد ذلك الحاء ترمز إلى الحلق أو التقصير، أما الطاء فإنها ترمز إلى طواف الإفاضة. فإذا رمى الحاج جمرة العقبة صبيحة يوم العيد، صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة، أو بعد فجر اليوم العاشر، وعند الشافعية كما بينا توخيا للتيسير على المؤمنين بعد منتصف الليل ليلة العيد ليلة العاشر من ذي الحجة، أجاز الشافعية لمن وصلوا منى بعد منتصف الليل أن يرموا جمرة العقبة كما بينا. ثم بعد ذلك يتوجه الرجال إلى الحلق أو التقصير، أما المرأة فإنها تقصر ولا تحلق شعرها. ثم بعد ذلك يحسن بالمؤمن إن كان قادرا صحيحا قويا أن يتوجه إلى مكة المكرمة ليتم آخر أنساكه، وهو الطواف بالبيت العتيق، وهذا هو طواف الإفاضة الركن الرابع من أركان الحج. هذا بالنسبة للمفرد وللقارن. أما المتمتع فإنه يطالب بعد طواف الإفاضة، يطالب بالسعي بين الصفا والمروة. وكذلك من لم يسعى للحج عند دخوله كالحائض مثلا والمراهق أي الذي جاء متأخرا إلى الحج، فإنهما يسعيان بعد طواف الإفاضة. وهكذا يتم الحاج أعمال يوم عيد النحر، أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة، بعد أن رمى جمرة العقبة وقدم نحره للهدي حين وكل البنك عنه يذبح عنه نيابة، حلق رأسه أو قصر، والحلق أفضل بالنسبة للرجال كما بينا. إن كان قادرا يتحول إلى مكة المكرمة فيطوف طواف الإفاضة، ومن كان عليه سعي فيتم سعيه، وبذلك يكون قد أتم حجه
وأتم أعمال يوم النحر، ولا يبقى في حقه إلا أعمال أيام التشريق التي سنتحدث عنها في هذه الحصة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ترتيب هذه الأعمال الأربعة هو من سنن الحج، أما رمي جمرة العقبة فينبغي أن يكون هو أول الأعمال، وما عدا ذلك سواء كان طاف قبل أن يحلق أو طاف قبل أن ينحر أو حلق قبل أن ينحر فكل ذلك جائز. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، فلله الحمد ولله الشكر ولله المنة. السؤال الآن بعد أن أتم الحاج هذه الشعائر الأربعة، صبيحة يوم عيد النحر أو فجر يوم عيد الأضحى أو وسط النهار أو بعد الزوال، فماذا يصنع وإلى أين يتوجه وما المطلوب منه فعله؟ يا حجاج بيت الله، بعد أن من الله عليكم بإتمام هذه الشعائر وهذه المناسك المباركة في يوم عيد النحر، أنتم بالخيار، من شاء أن يمكث وقتا في مكة كأن يذهب إلى النزل مكان الإقامة، كأن يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه، ويمكنه أن يستريح بأن يأخذ قسطا من الراحة، ثم بعد ذلك يتوجه وجوبا إلى منى. ينبغي أن يعود الحجاج إلى منى، لماذا؟ ليقوموا بأعمال أيام التشريق. وأعمال التشريق، أعمال أيام التشريق تكون بمنى. فما منى؟ منى هي موضع بين مكة المكرمة وبين المشعر الحرام، وهي في خط المشاعر كما بينا في حصة سابقة، تكون شرق مكة المكرمة. خط المشاعر يحتوي على منى وبها مشاعر مخصوصة ذهابا وإيابا، ثم مشعر المزدلفة أو المشعر الحرام، ثم بعد ذلك نجد صعيد عرفات الطاهر. قلوب المؤمنين وأنظارهم في أيام التشريق تتوجه إلى منى. منى أرض منبسطة سهل أو وادي بين سلسلتين جبليتين عظيمتين طويلتين، بها جملة من المناسك والأعمال التي تعد من شعائر الحج إلى بيت الله الحرام. منى يتوسطها مسجد يسمى مسجد الخيف، وهو المكان الذي نصبت فيه خيمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المقام الذي أقام به النبي عليه الصلاة والسلام. وبمنى أيضا الجمرات الثلاث كما بينا، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، أو تسمى جمرة العقبة، وهي أقرب الجمار إلى مكة المكرمة. فالحجاج ليلة عيد الأضحى أو صبيحة يوم العيد أو يوم العيد يرمون فقط جمرة العقبة أي الجمرة الكبرى، أما في أيام التشريق فالحجاج كل منهم يرمي الجمار الثلاث، ولا بد أن يكون رميه بهذا الترتيب: الجمرة الصغرى فالوسطى فالكبرى، وهذا الترتيب واجب، ومن أخطأ في رميه كأن رمى الكبرى مثلا فالوسطى فالصغرى يطالب بإعادة رميه. أحيطكم علما بما يوجد بصعيد منى. يوجد بصعيد منى كثير من الخدمات الصحية الأمنية الإعلامية التي تزود الحجاج بما يحتاجونه من غذاء ودواء وغير ذلك. بمنى أيضا مخيمات الحجيج، هذه المخيمات المكيفة
التي يقيم بها الحجيج في أيام منى، أي في أيام التشريق، وهي تتسع لحوالي 1,700,000 حاج. هذه المخيمات على اختلاف أنواعها ومستوياتها. لماذا سميت هذه الأيام المباركات بأيام التشريق؟ وقبل ذلك، ما هي أيام التشريق؟ وهل ذكرت في القرآن الكريم؟ نعم يا حجاج بيت الله، هذه الأيام المباركات ذكرت في كتاب الله تعالى بالأيام المعدودات. قال الله تعالى في كتابه العزيز: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. ذكرت أيام التشريق بالأيام المعدودات، أي هي أيام معدودة وأيام قليلة. وللإشارة فإني أقول في هذا الموضع: ذكر في القرآن الأشهر المعلومات، وذكرت الأيام المعدودات، وذكرت الأيام المعلومات، فما الأشهر المعلومات؟ هي أشهر الحج كما بيناه في حصص سابقة، ونستقي ذلك من قول الله تعالى في كتابه العزيز حين قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وذكر الأيام المعدودات حين قال: واذكروا الله في أيام معدودات. وفي موضع آخر في سورة الحج يقول الله تعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأشهر المعلومة هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، وهي أشهر الحج كما بينا. الأيام المعدودات هي أيام التشريق. فما هي أيام التشريق؟ هي 11 و12 و13 من ذي الحجة. 11 يعني في لغتنا معروف هو يوم ثاني عيد، و12 من ذي الحجة هو يوم ثالث عيد، و13 من ذي الحجة هو يوم رابع عيد. يعني أيام التشريق هي أيام ثاني عيد، ثالث عيد، ورابع عيد الأضحى، أو هي ما تعرف بالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. هذه الأيام الثلاث بها أعمال مخصوصة سيقوم بها الحجاج وهم على صعيد منى، وأعمالهم هذه كما سنبين هي من واجبات الحج. يبقى أن نبين لماذا سميت بأيام التشريق. قيل لأن أعمال الحجيج بمنى تكون شرق مكة، وتكون الأنظار متجهة إلى شرق مكة، بحيث تكون الأعمال بمنى فسميت أيام التشريق. وقيل سميت بغير ذلك لسبب غير ذلك، وهو أن الحجاج كانوا حين يذبحون أضاحيهم وهديهم، ينحرون هديهم، تتوفر كميات كبيرة من اللحوم، فكانوا يهدون ويتصدقون، وكانوا يشرقون اللحم. ما معنى يشرقون اللحم؟ أي يقصونه ويسيرونه لماذا؟ لتجفيفه حتى لا يتعفن. وبذلك سميت أيام التشريق نسبة إلى تشريق اللحم الذي يقوم به الحجاج الميامين حتى لا يتعفن اللحم الذي عندهم رزقهم الله تعالى إياه. ونحوصل لما قدمنا، فإن أيام التشريق هي أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة. سيقيم الحجاج على صعيد منى، هم مطالبون بأمرين: مطالبون برمي الجمرات بكيفية مخصوصة، ومطالبون بالمبيت بمنى،
وكلا الأمرين واجب من واجبات الحج عند الجمهور كما سنبين. وسأزيد الأمر بيانا بحول الله تعالى، وأستسمحكم الآن في الخروج إلى فاصل ثم نعود بأمر الله تعالى. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، عدنا والعود أحمد أيها المشاهدون الأفاضل، وتستمر رحلتنا مع أعمال منى. بينا أن أيام التشريق هي أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة، وبينا أن الله تعالى يسر على عباده المؤمنين فدعاهم إلى المكوث بمنى وإقامة أعمالها ليومين أو لثلاث فلا حرج، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي أباح الله تعالى للحجاج أن يقيموا بمنى يومين وليلتين فقط، ويسمى هذا المتعجل. أما من أراد أن يتم فيتأخر ويتم رمي اليوم الثالث من أيام التشريق كما سنبين. ترتيب الأعمال في أيام منى: يعود الحجاج إلى مخيماتهم وإلى أماكن إقامتهم يقيمون بها، ماذا يفعلون؟ يؤدون الصلوات الرباعية قصرا تيسيرا من الله تعالى، وهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيصلون الظهر والعصر والعشاء ركعتين عوضا عن 4، أما الصبح والمغرب فلا تقصران. تصلى الصلوات في أوقاتها، لا تقدم ولا تؤخر عن أوقاتها. ويطالب الحاج في أيام منى، هي أيام خلوة، هي خلوة بعد أن غفر الله ذنوب الحجاج الميامين، بعد أن قاموا بصعيد عرفات وقاموا بأعمال المشعر الحرام وقاموا بأعمال يوم النحر يوم الحج الأكبر، يعودون بعد هذا التربص بعد أن غفر الله ذنوبهم وقبل الله تعالى حجهم، فهم أنقى ما كانوا، فكأن الله تعالى يستدعيهم إلى خلوة إيمانية، إلى رياض الطاعة وإلى رياض العبادة، أن يبرهنوا على استقامتهم بعد الحج، أن يظهروا بمظهر الكمل من الأنام. فانظروا إلى سعة رحمة الله، رغم أنهم يقيمون بالخيام وليس لهم كبيرة أعمال، إلا أن الله تعالى خفف عليهم وسن لهم قصر الصلاة الرباعية ليكون لهم حيزا كبيرا من قراءة القرآن، من ذكر الله تعالى، من الدعاء، من الاستراحة بعد العناء والتعب. فالحمد لله على فضله الواسع. أما ما يطالب به الحجيج في أيام التشريق فأمرين أساسيين: الأمر الأول هو رمي الجمرات الثلاث كما سنبين، وسنتحدث عن وقت الرمي وكيفيته، وكذلك تحقيق المبيت بمنى. والرمي عند الجمهور في الأصل لا يكون إلا بعد الزوال، عند المالكية يكون بعد الزوال وإلى قبيل الغروب فقط، لكن يتسع الأمر مع الأحناف ومع الشافعية ومع الحنابلة إلى أن يتصل كامل الليل. والآن مع ما تعيشه المشاعر من ازدحام شديد، أصبحت العملية مؤطرة ومنظمة، بحيث أن السلطات المنظمة للحج تستدعي البعثات وتقرر مثلا بعثة المغرب العربي كتونس وليبيا والجزائر والمغرب يعطونهم وقتا مخصصا، والبعثات الأوروبية تأخذ وقتا مخصصا،
وإفريقيا تأخذ وقتا آخر مخصص، وآسيا تأخذ وقتا خاصا بها، وبذلك العملية في إطار التنظيم. ومراعاة لشدة الزحام، هناك كثير من أهل العلم الآن الذين لا يتشددون في ضبط الوقت والتقيد بالوقت، إنما العبرة بالرمي وبالمبيت. كيف يكون الرمي بعد أن ييسر الله تعالى لكم؟ يحمل الحاج معه 21 حصية، ويحسن به أن يأخذ حصيات فوق الحساب، عسى أن تسقط حصية خارج الحوض فيعوضها، لأنه سيحتاج إلى رمي الجمرات الثلاث، الصغرى فالوسطى فالكبرى، بنية، أي أن ينوي الحاج قبل أن يرمي الجمرات أنه سيقوم بهذا المشعر، فيقف أمام الجمرة الصغرى أولاً فيرميها بسبع حصيات بطريقة الدفع كما بيناه لكم عند رمي جمرة العقبة. بعد النية يأخذ الحاج الحصيات ويأخذ بيده هكذا بالحصات بالحصات، فيرمي بالدفع، هذه تسمى طريقة الدفع، ويقول بسم الله الله أكبر، يرمي بها الشاخص الجدار الطويل وتهوي بعد ذلك في الحوض أو تقع مباشرة في الحوض فلا حرج. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا سبع حصيات. وبعد أن يتم رمي جمرة الصغرى، الجمرة الصغرى، يتقدم قليلا ويدعو الله تعالى، هذا سنة في الدعاء، إلى أن يصل إلى الجمرة الوسطى فيرميها كما رمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو الله تعالى، ثم يتوجه إلى الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، فيرميها كما رمى الجمرات الأخرى، ولا يقف عندها ولا يدعو حتى لا يساهم في شدة الزحام على إخوانه الحجاج الميامين. وهنا ملاحظة من سعة رحمة الله تعالى أن أجاز الإنابة في الرمي، أي أن ينوب في الرمي مؤمن عن أخيه أو عن أخته، ويجوز الرمي على الضعفاء أو على المرضى أو على فاقد البصر أو على المرأة الكبيرة والشيخ الهرم، تجوز الإنابة. فكيف يرمي النائب عن نفسه وعن غيره؟ انتبهوا إلى هذه المسألة. أولاً يرمي عن نفسه الجمرة الصغرى، وبعد أن يتم رمي الجمرة الصغرى فقط ينوي الرمي عمن نوبه، فيرمي عن نفسه هذه السبع حصيات، وبعد ذلك ينوي في قلبه أنه سيرمي عن فلان الذي نوبه أو عن فلانة التي نوبته. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبع حصيات. بعد أن يتم رمي الجمرة الصغرى لنفسه ولنائبه ينتقل إلى الجمرة الوسطى فيفعل كما فعل مع الجمرة الأولى أي الصغرى، ثم ينتقل بعد ذلك إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات عن نفسه، ثم بعد ذلك يرميها بسبع حصيات عمن نوبه، ثم يقفل راجعا إلى رحاله في مكان إقامته بمنى، ولا يطالب بعد ذلك بشيء غير المبيت بمنى، أو أن يحقق المبيت والمكث جزءا من الليل بمنى كما سنبين. فعند الجمهور أي عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، ومن تركه فعليه هدي، إلا أنه عند الأحناف المبيت بمنى سنة وليس بواجب، ومن تركه فلا شيء عليه. من كان من المرضى أو من العاجزين أو لم يقدر على المقام بمنى وأقام بمكة ونوب من يرمي عنه، فعند الإمام أبي حنيفة لا شيء عليه. وبهذا سأحاول أن أقدم لكم صورا مختلفة يمكن أن تقيموا من خلالها شعائركم في أيام التشريق.
الصورة الأولى أن يمكث الحاج بمنى في المخيمات ولا يخرج لمكة ولا لغيرها، مقيم يأكل ويشرب، ينام ويستيقظ، يصلي ويذكر الله تعالى، يذهب لرمي الجمرات، متقيدا بنصائح المرشدين والمرافقين والبعثة الرسمية، ملتزما بضوابط النظام لما فيه من حفظ نفسه والحفاظ على غيره، ثم يبيت بمنى ويمكث هناك اليومين، يعني يوم 11 و12 من ذي الحجة. فهذه الصورة الأولى هي الأصل، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يكون إنسان مريض أو به أذى، أو استوجب الأمر أن يقيم في مستشفى في مكة أو في مكان الإقامة بمكة، ولم يقدر لعذر ما للذهاب إلى منى، فهذا عند الجمهور عليه هدي، وعند الأحناف لا شيء عليه، وينوب من يرمي عوضا عنه. النوع الثالث، فريق آخر من الناس أراد أن يمزج بين الإقامة بمكة والإقامة بمنى، كأن يذهب إلى منى في جزء من الليل، يحقق جزء من الليل للمبيت، ويرمي الجمرات، بما أن الرمي يتسع بالليل والنهار والحمد لله تعالى، ثم يعود إلى مكة فيقضي يومه بها. فهذا أيضا، هذه صورة جائزة وقد تخفف على بعض الحجيج، لكن التنقل من مكة إلى منى ليس بالأمر اليسير، هذا في حق يعني الصغار الشباب القادرين الذين حجوا من قبل ويستطيعون التحرك، أما من لا يقدر على التحرك أو يجهل الأماكن والمواقع أو لا يعرف كيف يتصرف بمفرده، فننصحه أن يبقى مع البعثة في منى، فذلك مأمن له ومؤمن لموقعه. الصورة الثالثة أنه يبقى هو بمكة ويتوجه كل يوم بعد العصر مثلا إلى منى، فيرمي بعد المغرب أو قبل المغرب، ثم يمكث جزءا من الليل إلى ما بعد منتصف الليل، ثم يعود قبل الفجر إلى مكة. من أراد أن يفعل هكذا فهذه صورة جائزة وتيسر عليه وعلى إخوانه. هذه صور ثلاث قدمتها لكم لعلكم تحتاجون إليها يا حجاج بيت الله الحرام. وأود أن أوصيكم هنا بعض النصائح في إطار إقامتكم بالمخيمات بمنى، ونعلم أن الإقامة بمنى فيها شيء من الازدحام ومن تغير الأحوال والأوضاع، فبعد أن كان يقيم الحاج بنزل فيه ما فيه من الرفاه، سريره سرير وفير، العيش عيش طيب، فيجد نفسه في الخيام وعلى الأرض، هذه صورة فيها ما فيها من التواضع، وفيها ما فيها من التقشف، وفيها ما فيها من الزهد، وفيها ما فيها من الخلوة بالله تعالى في إطار طاعته سبحانه وتعالى. فمن استطاع فليتواضع لإخوانه، وليحسن معاملة إخوانه، وليحسن التواضع والتنازل لإخوانه، خاصة عند المأكل أو في دورات المياه أو في المقام. ولنتجنب يا إخوة الإيمان، ولنتجنب الصخب والصياح والتبرم والتأفف، ولنتجنب الخصومة، ولنتجنب سوء القول، ولنكن يعني في حالة من اللين والتواضع وخفض الجناح وحسن المعاملة وسلامة الصدر مع إخواننا، فأنتم مأجورون على ذلك أحسن الأجر وأحسن الجزاء. وبذلك أنتم بأيام منى تبدأون صحائف أعمالكم، فأروا الله من أنفسكم خيرا. سنعود في الحصة القادمة للحديث عن بعض رمزيات الإقامة بمنى ورمي الجمرات، والله أسأل أن يكتب لكم السلامة والأمان، وأن يتقبل منكم، وأن يجعلني وإياكم من الفائزين في الدارين. هذا والله تعالى أعلم، وهو أجل وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.